الخير. اللهم اغنم سواده وارحمهم. اللهم آوهم. اللهم اطعم جائعهم. اللهم اكس عاريهم. اللهم واوي فارهم. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤثرا يا رب العالمين. الأصوات الكل توحدت في صوت واحد اللي هو صوت ليبيا. صوت ليبيا. ونشكر أخواني التوانسة واللي وقفوا معنا الله يرحم والديهم. وأنا نبي نخاطب على حاجة واحدة، أنا أخوك محروم من البلاد، أنا نبي نخاطب ونقول له على زنقة زنقة دار دار، فهمتني؟ ونقول له يا قدافي درت العار، هو قال لنا زنقة زنقة دار دار، احنا نقول له يا قدافي حفرة حفرة وحنطلعوك. هذه معنا وقفة صادقة من الإخوان التوانسة بصفة عامة بكل ألوانهم وبكل طيفهم، اللي نحن رانا مع الإخوان مع الثوار مع الشو ثورة شعب ليبيا. ارحل يا معمر مع شلبوك، خلاص ظلم ياسر ياسر يا قدافي ياسر ارحل ديقاش ليا الليبيين. احنا احفاد عمر المختار. اه هي احفاد عمر المختار. ولن نستسلم من شمالها لجنوبها، وما عندناش هو دار الفتنه ما بين شرقاوي وغرباوي، امه واحده ويد واحده. من جراء التصريحات اللي ربما قاعده تصير في القنوات العربيه، ما فماش مخاوف على الشعب الليبي اللي قاعد غاديكا؟ والله الشعب الليبي الحق مشغولين عليه، والشعب الليبي معمر مش ناوي له على خير، مش ناوي ما يبيش يطلع معمر لين يقتل الليبيين، يبي يردها كيف ما كان. 3 مليون بنردهم قال معمر، كيف نحكمكم او نقتلكم؟ القدافي قال نحكمكم او نقتلكم. لا في بترول، ما نبوش بترول، احنا عايشين بدراعاتنا الليبيين بالتجارة بكل شيء. اطلع يا معمر بس خلي الليبيين في عالهم. يا ثورة الاحرار، يا نار السعير الزاحفة، يا غضبة الثوار، يا ريح المنون العاصفة، الثأر والدم والعروبة كلها في فؤادي هاتفة. لبيك يا ليبيا فنحن اليوم جند العاصفة، لبيك يا تونس فنحن اليوم جند العاصفة. على مستوى القرار التونسي وعلى مستوى القرار العربي ما يناش معناها قرار فيه نصرة حقيقية للثوار في ليبيا. معناها لحد الآن معناها حتى الحكومة معناها صحيح ما تاخذوا قرار اللي هو تجميد الأموال نتاع القذافي، لكن ما ريناش كما نقولوا نحن خط واضح اللي هما فهمت الله ينصروا في الثورة نتاع ليبيا. احنا الشعب تونس شعب يناصر في اخوانه في ليبيا، ولهذا يلزم الحكومة تساير الشعب نتاعها. كلمة واحدة فقط إلى سيف القذافي، نحن قادمون، نحن قادمون. آه يا سخب الزمان، هكذا الشعب الليبي يهان؟ يزينا من امريكا تجي تحامي علينا، فرنسا تجي كانهم هما المنقذين، علاش ما مشيوش نقذوا الشعب الفلسطيني؟ ملي ولاو الطيران معناتها الحمله نتاع الحلف الاطلسي ولات هو يعملوا في ضربات، الثوار كانهم صاروا في حاله خمول، ما عادش يحبوا يتحركوا، راهو ما يقلع القذافي كان الشعب الليبي، اذا كان باش يقعد الوضع هكايا راهو باش ندخلوا في حاله استعمار. معناتها باش يوصلوا انهم يعملوا معناتها انزال عسكري على الارض ونرجعوا لحاله الاستعمار، يلزم الثوار والشعب الليبي يقفوا مع بعضه لا للتفرقه. هذه حكايه قبليه والا حكايه معناتها شرق وغرب ويحب يعمل فتنه في وسطهم، هذه يلزمهم يتكاتفوا هما والشعب الكل، الشعب العربي يلزم يقف معاهم. انا نقول كلمه، الشعب الليبي اثبت انه ابطل شعب في هالوقت هذايا. تونس 200,000 احنا وكان زاد الله لا قدر زين زاد عمل فينا ضحايا اكثر يمكن تتقلب الاوضاع وكان نجم يقعد. الشعب الليبي 8,000 ومازال صامد ومازال يقدم في ضحايا ومستعد. انا نقول الثوره الحقيقيه قاعده تصير في ليبيا، والثوره اللي قاعده تصير في ليبيا باش تكون عندها تبعات كبيره برشا، لانه القذافي قاعد معطل بقيه الرؤساء، صمام امان لبقيه الرؤساء في البلدان العربيه. كل يوم ماذا بينا مظاهرات وتأييد للشعب الليبي، وكلمه واحده بسم الله الرحمن الرحيم، ان فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم إنه كان من المفسدين، صدق الله العظيم. أنا جينا طول احنا في المسيرة مع ليبيا وتضامنا مع ليبيا.